جسيدة الغلطة بجول سجل مدريد أنتونيو كاساس يستغل أخطاء بي اس جي الغلطة بجول ياسين أدلي يخطي بعد كرة وتحاول للمرور التوغل جول باريسي جول ياتي لباريس سان جيرمان عمر ياسين ياتي ويترجم المجهود الفردي للبديل سيسوكو واصل على الطرف الأيمن خطيرة تسدد وعلى مرتين جول 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 بيسير ينجح في الدقيقة الأخيرة ينجح في التوقيت الأخير وفي الوقت البدني ضايع بهدف فارق